أعزائي الحضور، أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من أفراح حوران، أفراح أهالي نافعة، أفراح أهل الحج حسين في كندا، يدعوكم والد العريس السيد ياسر الحاج حسين أبو محمد إلى حفل زفاف العريس محمد الحاج حسين على كريمة السيد محمود السعيفان، وذلك يوم الأحد بتاريخ 21 مايو 2023 في كندا هالمونت درايف، والدعوة عامة، وحياكم الله ودامت شمس الأفراح في دياركم عامرة. يا ياسر شيخ القبيلة عالفرح دعانا الليلة، لبوها عرب السليلة نهى الحوران الأبية. شديت القفي بروية أبيات تنجز لو قوية، أمدح عيال الحج حسين وأهل الكرم والحمية. بمحمد كرم شيم الحج حسين سربه كريمة، يا ياسر عزاك دايما سنين العمر السر مادية. شديت القفي بروية أبيات تنجز لو قوية، أمدح عيال الحج حسين وأهل الكرم والحمية. بسم الله نبدي فرحنا جيض لمحمد، احنا جوزنا حره اصيلا نشميه. شديت القفي برويه ابيات تنجز لو قويه، امدح عيال الحج حسين واهل الكرم والحميه. حمد عريس ويا حليله عريس وماله ميثيل، إن شاء الله تتهنى هالليلة وتعيش أياما هنية. حياك يا ذيب السيرية، احمد تسلم لي الوافي راعي لجلال المرجية. شديت القفي بروية أبيات تنجز لو قوية، امدح عيال الحج حسين واهل الكرم والحمية. يا قيس وغالي علي مثلك ما شافت عيني، يا قيس ونخوة وكرامة يا راع الكفة النيدية. شديت القفي بروية أبيات تنجز لو قوية، أمدح عيال الحج حسين وأهل الكرم والحمية. يا باسل نسل لك كبر قلبك لك صيد السام، من لسعيفانا لكبر يا راع الكفة النيدية. شديت القفي بروية أبيات تنجز لو قوية، أمدح عيال الحج حسين وأهل الكرم والحمية. شديت القفي بروية أبيات تنجز لو قوية، أمدح عيال الحج حسين وأهل الكرم.